FM. الكل ملك. حلول تونسية. حلول تونسية. في حلول تونسية كما العادة كل مرة نطرق المشكل. المشكل مهم ويهم التوانسة الكل. بقى نحكي فيه ديكالي برشا موش شوية. نحب نلقاو حلول للمشكل هذا فيها برشا خيال. تنجم تكون ماشا في كاس 2017 وتصلح برشا لعام 7200 رسكم حي جماعة أو حتى 8090. نحكيو على مشكلة المطر اللي هي نعمة من عند ربي، ولكن في تونس بعد سويع مطر أو أقل تولي مشكلة، ومشكلة كبيرة. فيضانات وغيره، كياسات مسكرة، سيركولاسيون تقف، هذا في العاصمة وفي المدن. فما بالك بالأرياف وقت اللي طريق يتسد وتنجم برشا الوديان تتعبى، وصغيرات ما نجموش يمشيو يقراو أو يخدموا أو غيره. نحبوا نلقاو حل. كلمونا على 31 36 37 50 كما عملت ندى من باجة. مرحبا يا ندى. عسلمة. أهلا وسهلا يا للا. عايشك. صبا لابس صحة؟ لابس. ماشي الأمور؟ الحمد لله. دونك نادي نحكيو على مشكلة المطر هذيا، نحبو نلقاو حل. تعرف انت البنية التحتية متاعنا حالتها حليلة هكا، ولا تشكي ربي متعبة برشا. نحبو نلقاو حل بعيد على الحلول الكلاسيكية هذيك متاع حملات التوعية والقانون والجو هذاك الكل، ونلقاو حل في برشا خيال حسب رايك انت كيفاش نستفادو من المطر هذيا وما نخليوهاش تقلق برشا التوانسة. كما كنت نحكي الكياس تتسكر، الدنيا كل تبدا تبقبق، واللي هذا يبدا مشمر الجين نتاعو ويبدا ينقز كي نشوفو فيهم ويلبسو ساشي وحاله والجو هذاك. عندي حل ابتكار، اسمح لي سهل. جيت نعملو غطاء، عبارة هكا غطاء جوي يكون على تونس كاملة. باش معناه؟ وين عبارة حاجة بلاستيك هكا تتغطى وين تصب المطر، الفضاء كله يتغطى. يعني تحب تقولنا ده نعملو باش على تونس الكل؟ باش أخضر هكا ولا شوية مدري وبتل باللوح كما يعملوه في العروسات هذاك؟ هذا وقت المطر معناه، ونجيبوا معاش السياسيين نعطيهم كل واحد عصا ويبدا كيدز الباش هذاك شويه بشابه الماء ولا بون. هو نفس الكونسيبت اما متطور شويه. نفس الكونسيبت اما متطور شويه، كيفاش يكون متطور؟ تبدا حاجه هكا عباره عن مش فاصل هيلك، معناتها يبدأ بلار هكا مثلا، تونس الكل تتغطى بالبلار، تونس الكل تتغطى بالبلار ايه، وتتفضل مطر وتمشي المجمعات مثلا هكا اللي نحطوهم على البلاد مجمعات يتصبوا في المطر هذيك، وبعد تتصفى ونستحلوها في حاجة أخرى. بوه نديش شو نقول لك انا، شو نقول احلام؟ لا حكيمة. حكيمة يعني ايه حكيمة؟ بتدي حقن. بارك الله عليك يا نداء. باهي معقول برشا الحالة ذات، تقول انت باش على كامل الجمهورية باش نقضيو على مشكلة الفيضانات اللي تقلقنا وقت اللي تصب الشتاء. يعطيك الصحة نداء، من خلالك نحب نحيي ناس باجة الكل اللي يسمعوا فينا على سيت ويب www.capradio.in، ومام حتى اللي كابتيو موجتنا على ليزون دي فام. نخلي لك كلمة لو كان عندك ديديكاس ولا موسيقى حابة تسمعها في سارية الليلة. نحب نسمع موسيقى نتاع بون، هي اغنيه من فيلم تاع زكي شان تاع احمد حلمي. من فيلم زكي شان احمد حلمي. ام بالليلة ام بالصبح، انا ام بالليلة ام بالصبح، هذيك هي نبربش عليها وان شاء الله نسمعها. ميرسي، يعطيك الصحه ندى، تحيه لك للا وناس باجه الكل. انتم لو كان عندكم حلول بخلاف الباش هذا والاكواريوم اللي قالتهم ندى من باجه، كلمونا على 31 36 37 50. الكل ملك.